السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاملين ايه النهارده؟ جبنا لكم فيديو جديد وفيديو النهارده في الاستوديو الجديد. زي ما قلت لكم جبت رسمه، طبعا الرسمه دي مرسومه يدويا بايد، فاختي طبعا اللي رسمها يا شباب، فشكر خاص لاختي. تمام، فاقول له ايه رايكم في الرسمه؟ تمام، بالايد طبعا، فهي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قوي. تمام، فان شاء الله عايزين برضه نحط كمان رسمه هنا، فاقترحوا عليا نحطه ايه تاني او نرسمه ايه تاني. تمام، اتوقع دلوقتي ان الصوت بقى افضل من الاول والاضاءه بقت احسن كمان من الاول بكتير طبعا. تمام، لان انا ظبطت الصوت وظبطت الاضاءه على بناء على كلام الناس. تمام، لان اي حد بيقول اي حاجه في التعليقات انا بقراها. تمام، ففي واحد برضه اقترح عليا فكره الرسمه وبرضه عجبتني فقلت احطها. فيلا خلينا نخش في الفيديو من غير غيان. معانا كلاب للبيع، معانا سانت برنارد ومش عارف نطقتها صح ولا لا، ومعانا كلاب روت، ومعانا كلاب جيرمان، معانا كلاب هاسكي للجوازات. تمام، فكمل الفيديو للاخر لان في حاجات جميله قوي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه قبل بدايه الفيديو طبعا، لان القناه ديت مبنيه على اسعار جميله جدا. فيلا خلينا نخش في الفيديو من غير غيان. اول حاجه انا لقيت كلب جيرمان لقطه، فقلت لازم اعرضه لكم. سعر الكلب 1000 جنيه، كلب 1000 جنيه وسعر الجروين مع بعض 1750 جنيه. تمام، سعرهم بثمن كلب واحد فعلا يعني. فربنا يبارك لصاحب النصيب. الكلاب ديت تقليبها كويس جدا زي ما انتم شايفين موضحه في الصوره. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، المكان اسكندريه لسرعه البيع. تمام، هو منزل سعرهم لسرعه البيع. كلاب جميله جدا، ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبها. اللوحه عايزه تتلزق كويس لان انا لسه ما ظبطتهاش، بس ان شاء الله هظبط الدنيا. ممكن تقع على فكره في التصوير بشكل وحش بس عادي. معانا كلب سانت برنارد، تقليب كويس جدا، ذكر، المكان القناطر الخيريه. تمام، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، عمر سنتين بس الكلب تقليبه بسم الله ما شاء الله حاجه ضخمه قوي. فسعر الكلب صاحبه طالب فيه 7000 جنيه، بيقول على الطبيعه احلى بكتير. فاللي عايز حاجه من دي يتواصل مع صاحبها ويشوف على الطبيعه احسن، ان الاحجام دي فعلا مش بتبان على الحقيقه يعني، او مش بتبان غير على الحقيقه يعني. قصدي انا بقى كلب جيرمان تقيل تقيل تقيل، صاحبه عرضه يا للبيع يا للجوازات. تمام، السن سنه و8 شهور، كلب تقيل جدا. هسيب لكم صورته، كلب بسم الله ما شاء الله، وطالب فيه 8000 جنيه. فقال لو ما اتباعش هو عرضه للجوازات برضه. تمام، اسمه سامح صاحب الكلب، اسمه سامح العترة. طبعا بنوصل له تحيه برضو لاخونا سامح. تمام، فهو قال لي قول لي اسم في الفيديو، فانا بقول لكم اسم اهوت، والكلب اهوت قدامكم بسم الله ما شاء الله. المكان لو حد عايز يتجوز او عايز يشتري المكان دمياط الجديد. تمام، الكلب بسم الله ما شاء الله تقليب محترم ما فيهوش اي كلام، ما حدش يعني يقول لك الكلب فيه غلطه اصلا. انت جيرمان تقليبها هي شعبي. تمام، مش متحكوش على بعض، صاحبها طالب فيها 1000 جنيه. تمام، ومعانا برضو جراوي للحجز. تمام، هسيب لكم صورتها، هي برضو مش واضحه لنفس الشخص ولنفس الرقم، هسيب لكم برضو رقمه. تمام، ومعانا جرو جيرمان برضو، هسيب لكم صور الجرو اهيت. سعر الجرو ده 1200 جنيه. تمام، متاح رؤيه الاهالي، الاهالي كويسه، متاح رؤيتها برضو لو عايز تتواصل معاه وتشوف الاهالي. تمام، مفيش مشاكل. تمام، والراجل برضه عنده جراوي لسه هتطلع قريب اهيت، فاللي عايز يحجز حاجه ان شاء الله باسعار كويسه. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، وتكلموا مع صاحب الحاجات ديت، هو نفس الحاجات دي كلها، هو شخص واحد يعني. فلو عايز اي حاجه منهم كلم صاحبه. تمام، ومعانا فيديو كده الكلب بيتبول، سعره 2000 جنيه. تمام، البتاع عماله تقع على فكره، بس تمام مش مشكله، هتلاقوا عمال تتفرجوا على الفيديو ده. كلب بيتبول سعره 2000 جنيه، المكان شبرا الخيمه. تمام، تقليبه كويس على كلام صاحبه، تقليبه عالي، عنده شهرين ونص. تمام، فالكلب حجمه كبير جدا، او لو ده فعلا عنده شهرين ونص كلب فعلا جامبو. تمام، فربنا يبارك لصاحب النصيب. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، ومطعم حشرات وثنائي ومعاه الشهاده. تمام، فاي حد عايز يتواصل مع صاحبه هسيب لكم رقمه تحت او على الفيديو تحت فين. تمام، برضه الفيديو من ان احنا قلنا تحت وكده يعني، انا الرقم اللي بتحت في الديسكريبشن، اي حد عايز يعرض اي كلب هسيب لكم رقم تحت في الديسكريبشن، والانستا بتاعي برضو خش اعمل لي فولو، عايزين نوصلوا 1000 فولو. ما تبقاش ياما على فكره، بقى 30 ولا حاجه، فانزل اعمل لي فولو وخد رقم سجله. عايز تعرض اي كلب كلمني، عندك مشكله، عندك اي حاجه بتواجهها مع كلبك،
عايز اي نصيحه كلمني بس، تمام؟ ويلا خلينا نكمل الفيديو. معانا انتهى جيرمان كده، هسيب لكم فيديو، تمام؟ هي لسه جايه طازه دلوقتي وانا بصور الفيديو، فمن حظ السحابه اللي جت وانا بصور الفيديو على فكره، تمام؟ الكلبه دي بسم الله ما شاء الله تقليب محترم، الوانات حمراء، كلبه جميله جدا، كاسحه يعني بسم الله ما شاء الله، ظل الارض، وش مقفول، الكلبه ما فيهاش غلطه فعلا، والكلبه تعتبر حايضه او طالبه جواز. الكلبه دي بقى لها 10 ايام بالظبط وتطلب جواز، يعني تعتبر واخد كلبه حامله، اتجوزها انت بمزاجها، تمام؟ صاحبها طالب فيها 9000، مش مشكله، تمام؟ لو الكلبه تعتبر متجوزه فهي هتجيب لك اكتر من 9000 بياما. انت ممكن تجيب كلبه زي دي تعرض الجرو ب 3000 جنيه، قول ان انت ممكن تجيب ثمن الكلبه ديت في 3 جراو بس، فعلا يعني في 3 جراو والباقي كله هيبقى مكسبك، تمام؟ فربنا يبارك لصاحب النصيب. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، هو ما قالش المكان فين فمش مشكله، هو جاب لي الحاجات متاخر ومصور فيديو فما قالش المكان فين، ما لحقتش اساله، تمام؟ نروح للكلب اللي بعده. معانا بقى كده منتهي بيتبول سعرها 1500 جنيه، متجوزه من ذكر تقيل، هسيب لكم فيديو الجواز اهوت، متجوزه من ذكر تقيل جدا. الكلبه ديت متجوزه بقى لها 7 ايام، صاحبها بيقول ان انت وحظك، يعني هي انت واخدها متجوزه بس تعتبر فاضيه، يعني ازاي؟ لان الكلب ما بيبانش عليه الجوازه غير بعد 30 يوم، تمام؟ بس الكلبه متجوزه، بس هو بيقول لك فاضيه او مليانه انا ماليش دعوه، تمام؟ انت وحظك يعني تاخدها انت وحظك، تمام؟ بالتقليب بتاعها بكده، تمام؟ فهسيب لكم الصور وهسيب لكم فيديو الجوازه، تمام؟ لو عجبتك النتايه ممكن تكلم صاحبها. فالكلبه دي فعلا لو ولدت عندك وفعلا الكلبه حامل هتجيب لك 8 افجار، لان الذكر تقيل جدا، ممكن تبيع الجرو ب 1000 جنيه، قول لو جايبه 5 جراوي 5000 جنيه، لو جايبه 10 جراوي 10000 جنيه، تمام؟ ده لو انت بترميهم يعني، لان معروف البيتبول بيبدا من 1000 ونص لو زي التقليب ده، تمام؟ فربنا يبارك لصاحب النصيب. هسيب لكم الرقم المكان فيا، اي حد عايز اي حاجه يكلم صاحبه. ومعانا بقى جراوي بيتبول تقليب يعتبر كويس بالنسبه لسعرهم، صاحبهم طالب في الواحد 500 جنيه، لو هتاخدهم الثلاثه هحسبهم لك ب 1300 جنيه، لو هتاخد القص هحسب لك الاثنين ب 900 جنيه، يعني الواحد واقف عليك ب 450 جنيه، تمام؟ فجراوي حلوه، في كمان جرو الوانه كويسه جدا اللي هو الرصاصي او الرمادي ده وعينيه زرقاء، فاي حد عايز حاجه منهم يتواصل مع صاحبه، تمام؟ هي الجراوي باين ان هي هجين على حاجه عشان برضو ما نضحكش على بعض، كان الجراوي باين ان هي داخل فيها حاجه، فلازم تبقى على نور في الحاجه زي دي، انا ما اعرفش ان هو ما وريش الاب والام، ولكن في جرو اللي هو يعتبر بيتبول قوي اللي هو الرصاصي، تمام؟ تبقى بيتبول شعبي قوي بس سعرها كويس يعني، فممكن تشوف الاب والام لو هو عنده الاب والام، انا ما اعرفش عنده الاب والام ولا لا، بس هو قال لي اعرضهم فانا بعرضهم، تمام؟ ومعانا انتاج جيرمان تقليب كويس في الدبان ده، يعني تقليب كويس سعرها 800 جنيه، تمام؟ المكان كفر الشيخ، تقليبها كويس جدا بالنسبه لسعرها. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل وروح للكلب اللي بعده. ده ذكر بيتبول تقليبه كويس، لونه برندل زي ما انتم شايفين، صاحبه عرضه ب 1800 جنيه، كلب حجمه كويس وجمجمته كويسه والوانه حلوه، تمام؟ صاحبه بيحاول يخلص فيها عشان هو مسافر، هسيب لكم الفيديو، تمام؟ كلب كويس، وعنده برضه نفس الشخص انتارو تويلر، تقليبها كويس، تقليبها كويس بالنسبه لسعرها خالص، تقليبها سعرها 1200 جنيه، لو جوزتها بكر محترم هتجيب لك جراوه محترمه، هتمسك في الجراوه 2000 جنيه اقل حاجه، قول يا عم 1000 ونص، كلبه حلوه قوي، تمام؟ النتايه معروضه ب 1200 وذكر البيتبول برندل ب 1000 ونص، تمام؟ هسيب لكم رقم التليفون، طبعا ما تركزوش قوي في اللحظه دي لان انا لسه ما ثبتهاش على فكره، ها؟ ان هي ممكن تتعوج وكده وانا بعدلها برضه في التصوير، تمام؟ اللي عايز اي حاجه من دول يكلم صاحبهم، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. الناس اللي عندها كلاب جيرفون او لولو، الكلب الجيرمان دوت اللي انا عرضت صورته دلوقتي معروض للبدل بكلب لولو، الكلب جيرمان شراسه وطاعه، تمام؟ الكلب فيه شراسه وطاعه او ب 1500 جنيه، تمام؟ على كلام صاحبه بيقول ان هو عايز يبدله بكلب لولو، ف هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، اي حد عايز يبدل مثلا او قلت لكم اللوحه ممكن تقف، ما شفناها من زها اي كلام، فممكن نظبطوها كده بس اتمنى ما تبصش او تتكسر، هي ممكن تبقى معوجه شويه في التصوير معلش، بس حبيت اوريها لكم يعني، اتمنى تعجبكم، تمام؟ يا رب ما تقع تاني لان احنا على استمرار بنخلص الفيديو. فالمهم صاحب عايز في 1000 ونص او يبدله جرو للو،
فأي حد عايز يتواصل مع صاحبه هسيب لكم رقم التليفون. معانا بقى حاجات تقيلة كده، بسم الله ما شاء الله، حاجات جميلة قوي، جيرمان وهاسكي دكرين، الدكرين دول للجوازات، هسيب لكم فيديو ليهم. الكلاب دي بسم الله ما شاء الله تقليب محترم، حاجة جامبو باين عليهم قوي في التصوير، مع ان الصور بتظلم الحاجات دي قوي، بس الكلاب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبهم عشان خاطر ما تقعيش، ربنا يبارك لصاحبهم. كلاب جميلة 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 بمعنى الكلمة، تمام؟ المكان كفر الزيات الغربية، هسيب لكم رقم التليفون، ومش هنختلف على كلام صاحبي بيقول مش هنختلف في حاجة يعني جراوي أو فلوس. عشان خاطر، تمام؟ جراوي أو فلوس. هنضطر نشيلوها على بال ما نثبتوها بس، معلش على التشويهة اللي ورا دي، بس هنضطر نشيل اللوحة دي جميلة أوي، تمام؟ هنضطر نشيلوها بس. يعني انا كنت حابب بس اطلعها في فيديو النهارده، كنت بحاول امسكها باي لاصق كده على بال ما اظبطها واعمل كمان لوحه عشان اوريها لكم، بس هي مش راضيه تقف فنشيلوها احسن عشان ما تشغلناش، تمام؟ فيلا نكمل الفيديو. اقول لولو فرنساوي للجوازات، تمام، ومعانا كلب جيرمان ده للبيع، سعر 1200، الوان حمراء، كلب جميل مش باين قوي في الصور، فاي حد عايز يتواصل معايا يشوف فيديو او كده هسيب لكم رقم التليفون بتاعه، تمام؟ نتايج الجيرمان تقليبها كويس جدا، تمام؟ سعرها 1200 جنيه ومتجوزة من اسبوع بره، تمام؟ انت وحظك ولدت او ما ولدتش، انت وحظك متجوزة من اسبوع فمش باين عليها، او تقريبا 10 ايام. فاسيب لكم رقم التليفون للتواصل. هي الكلبة دي فعلا لو متجوزة هي تمنها اصلا يعتبر مثلا نقول 1000 جنيه، تمام؟ هي لو متجوزة هتجيب لك ما شاء الله صفقات جراوي جميلة جدا، تمام؟ فا أي حد عايز الكلبة دي هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. كان كفر الترعة القديم مركز شربين، زي ما قلت لكم تاخدها أنت وحظك، فا كلبة كويسة جدا، هسيب لكم فيديو للتواصل عشان تشوفوها يعني، حاجة بلجيكي كده، تمام؟ فربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبي. طبعا انا عارف ان فيديو النهارده طويل شويه وهيتعبني فعلا جدا في المونتاج، فاتمنى تقدر المجهود ده، تعمل لايك، لان في ناس زي ما بتقول انت ما بتطولش ليه الفيديوهات، في ناس بتعمل فيديوهات تلت ساعه، انا اول مره على فكره اطول في فيديو كده واجيب كلاب ياما كده، فزي ما قلت لكم ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، والله تعبت جدا في الفيديو ده، فقدر مجهودي، قدر تعبي، قدر حتى اللوحه اللي عماله تقع والمنظر اللي حصل ده، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه. كان معاكم اخوكم تريكس.